رأيت شمائل الإنسان تسمي مكانته فطوبى للكريم يرد السوء بالإحسان فاضلا وذلك صاحب الحظ العظيم وذلك صاحب الحظ العظيم. وحي نوسو سعودي آياتك رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحي نصوم الري إلى سديد معجزة أما آيات من آياته صلى الله عليه وسلم آيات مركز سيالات برمانتها قبل الله بأن درسي أن أفراد آياتك رسولك صلوات الله وسلامه عليه وحاكمه قبل البعثة دعي معجزة في علامين المغضي حلو رسولك أصف ري الشام أصف الله سعي آياتك أبو طالب يقول النبي عمر بن سعود عليه صلوات الله وسلامه عليه لم يتبصر أما كير أما كبلا بيسير أي أديرك أبو طالب يوضم عن رؤوس صفره الشام وحقا بيت المقدس أما سوريا آقا عن رؤوس صفره دمعي من دون قريشة الصفر هيدا أديرك دون يوم الراعه نبي عمر كايراء وتمنجرة هم الله يتبصر نجري يقول بسوي أديرك مكتبه يقول عيره هو يوم رام بدمتي أي عبد الله بن وار راعي وحير بكدم بي وراشا يجد حتى يمرق راعها يعني لو أقول رام بوها هدانا الخبشة يبن نقضي هدانا أولي وأبي وأقف يعنا وقد وقد يالي جري أي جري وغمركم سيدة جرى رسولك صلى الله وسلم عليه أبو طالما كان يقولك غطك رسولك يواهي حيوانا كان موسيقاتي واني والله بيتمجرة ساسك الرعي خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش أبو طالب الشام بصفر رؤى لأسوه قنع سباء دقي قريش يقول لسعوه أيضا قنع سباء يلا مركي لمرها يومي ليقى أن بصرة أما الشام حدوده لمري وحجاز لقبحي يوحى لمري من راهبة أو نلصوا معه مبول كعيد على سنة كريستنا نصارى فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم ما في كسر دوائن منك لا يقان بحيرة وننسوا فيه كريستنا مرقين منك كسر دوائن بفرتين صفر كبير دقيق يساك إلا سوك الله لغي يا با مكا سيك لغي سودوية يعني لا كيسا لغي فرطي سفرك مكا سا جايد كرارك لغا دقي أورتنا بي الله ففيه ننك الرهيب كي بولك كجر سوما على كجر اي بيرك كجر وولك يسود بحجر محايا لي سعودالك يسفر لقراشي ننك سفيلة ويسيم مرجر وين سوم مرجر ننك الله الله ماهي دير بوحين دابا حبير بكجراء ضد بالله هذا قريش حقنا أودع في جرتويني جري أنا سوما رجرتي عندنا بق جلوا مسين جري لكن ما لي فحاس بدلي أود بكون شقين أود كبرا بعاقص وقش مركب مسبد العاقص أبوي رايب كمركب خقص وبحي سوما عليس مركب سوما خقص هذا أيه وجايز كفورة هي أورت الرجال كده جاية إذا كان بودحقة يا مركز سفر كاه أورتي إيه اللي عندك ولا بدنيا يعني هل كاسو كفرنا يا نينجيز كاسو كفرنا يا نينك برتن فديا مثل الجيت هوستي بفديا نبغى ماشي دم تفرزية برتي سكو يوجو إيه ده فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين بوري سودح قال هاي بنبو ليه ننبو راجل هيا سورة قودح قال هاي ودح قال هاي حق وقو حق وقو كدب من نام حق عن فوق قبتي نبو عيد قبتي مركز سوري هذا سيد العالمين إلهي خلقي يسؤون كيسا واسكوي واك واسكوي واك نابو ننكم وي هذا رسول رب العالمين بور رب العالمين كرسولك صدر لها واكن بول رسول رب العالمين
يبعثه الله رحمة العالمين بقدراتنا صدح ذا كلمة قد واقع وسيد العالمين ورسول رب العالمين يبعثه الله رحمة العالمين بك إلهي بصوب حندنا صوت ردونا أصوه أولك يوم مدرنا حريسوه صوروا الماء وروا قريش مقل جرتي ماء وحال لي جمالك اللي ويدي فقال له أشياخ من قريش ما علمك وروحانك ويديني وارك أن أبدال دليس حياتك ينتالي دليل بالله قبه هذي إذا اللي سكي يلي ما هي موقتة وحن وانا إلى تاي أنبا أنا إلى تان لها موقتة لما غاجل ما هي لكن وإلى كينتو دليل خارج الله تما دلو باني وحال لي وارك أن أسجا محاك ويسي إنه رسول رب العالمين هي سيد العالمين إنه يهي يبعثه الله ورحمة العالمين حاجاتك ينتالي بل ميل صار مركو حيو انتا ميلير بالآلين سفر كي نهضة انتا كتابتي الإنجيلي يوران هيو أنا بارن انتا باجور ولا بارن هضة وان قصيد سيح يارو فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا للنبي بور marka karinta kasoo dhacayseen ama jiirta kasoo dhacayseen boorta marka kasoo dagan dagayseen boor intina weel furanin waa inuu fiirin hayo geeyii ee dhagaxyaanta aadan ku yaalo dhan dhamaa waa sujeedeen boor marka boorta soo fuusheen kasoo hoobateen ba wixii geed meesha ku yaalay ama qodax lahaado ama sal lahaani geed kasto meesha ku yaalay iyo dhagax kasto meesha qotay waa sujeedeen boor وحال إذن هيابر ولا يسجدان للنبي جيبها نيقرتن أمس وجودان على النبي أهين ولي بقر ملح وين مقو دكتاتر مقو جبار ملح جبابير مقو بل حكو سجود مهي لكن مركب النبي تهي أمر رسول تهي برواكنا وحكونا قانا خلق إله يؤونك جمادات كاس إلى أنبياء حرميان بل حياشو يجيدو نبا سجودي بوت انت هو علمي هاد بوري وقد لا يصاع هذا يتعني مركز جيب الوطن على تاريخنا وإني أعرف بخاتم النبوة تبور أسفل من غضروف كتفه مثل تفاحة وحانك لهم كبه رمبور كاتم كنا بنبت كهالكا كيه على فراتك نبا نبت يا برتا كيه على بور أو برب كيسا عرضو يسفيق واسي برتا كيسو كيه على بور غضروف واباش عرضو الله فتجي العزم لأنه إنك ما عرضو دا ليلاد قلبها لما يقرب صلك هذا هالكا سكي يا لابر أمو دا تفاح كوسن جدا يرى كوسن وشلك كدوان به لذلك رسولك وعلى لكن ملوه وطماء يلعي طيب بعض الصحابة يكون مثلين قول ليدا وكنت لي أكي بل كل واحد يكون مثلين باشا نقول لك أنه كبر ريدا خيوبيا قرنها يلغيها باي باشا كبر ريدا وكنت لي يكون مثلين طيب بل كل واحد يكون مثلين باشا عرض الله يقال كنت شرح شرح عليها بنانك فريست اسرع له تاسو كنت تكون بتاعي تحالك في أوروري بركو بانت كنت بديك هذي أما تفاح الودا انت اصل لك كبير يوير مركو واقع وانا كهامر ما مخاطي ما دون توي كاتون في النبي جرى واحد درب بس كجيال قرباه كجيال تنا هذا وده تاجني محلك اسمه يسامبو نيجي نسكت ده ما كان يسحق قامو مرتصور بدياري سوري وقاعين بدياري سوفيا سو سمع كو جيرو خين داب يا حبيب خران يحيى ان ميشاس لوو تغمي ان لوو تغي جيرين و خيسكو داي بايرو خولو شرف يا رغنا اسك راديو وانا ديست خولو مرت سور بان ديار لا يسوغا ثم رجع فصنع لهم طعاما ولابتي عنتو سو دياريه مركو ميشا جيرو خو اها قبر قرصار ميين هاي دي جيرو قرك تور ميو قرك قدملها ان اسغ وخ لوو تورو اون xuluu siyaaraha meesha lagu keenay muhiim in qoomalka ka soo degmaahay laakiin hadda waa xaalad way isbedeshay waana marti sooro nabi maxamed ee kala socday markuu cuntada soo sameeyay ayuu u yimid oo soo laabtay nabi maxamed oo maqan bigi oo awrta leeyay fuufi ama meelaha ku dabar ama darinta adoon leeyay oo maqan ayuu yimid falamma ataahum bihi wa kana huwa fi ra'iyat al-ibl فقال أرسل إليه هو أول كأو حالي جيلا أدري أي ورب هل أدري إذا هل لك أنا مرتصور خير حوالهم بصاتك عريسيني يا وحي كنت لهي
ولكن بعد ما شو مرجع وضرر بيداهي وان في مرجعتين وثم مرجعتين من كان ما أنت قرب كذي ما يحصل حقوق الإنسانه أصلي الله كيانه والله عدري والله فرند رسولك صلى الله عليه وسلم عليه فأقبل وعليه غمامة تذله فقال انظروا إليه عليه غمامة تذله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة حديث بيقوله أمرك نبي حنسوه قابله وصول الله بتنينك اللي هو دير وصول راعي إلا أن قرح يملع بعض عيسى أبو كله ضرب بها ربكو دو قبت ضرب بها الوهري ضلم ما قدري أيه بولها لفيري بول محاجين شيء هو كاسة فيري سيد ما هي منك هو رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين هذا فيري بطاس بناك سوس على ضرب بها هاي نيسى ضلب بوطا من عند الله يا فيري نبي واسو سعدي بلدي سيرا بكتر قفين واسوتي فلما دانا القوم مركي اللي من قريش ماشي دقاني رأيكو كفرتي صفر كفرتي لزوج داري وجدهم قد سبقوه إلى فئ شجرة جديد ماشي كي يلوص كي يلوص كي يلوص كي أبو طالب بوص دقي كوكو يلوص علي جيد كنوص دقي من بقيت بقبص دقي إيه رو جيد رو برنانت نبي المولي استعبوه ضرورتنا مركان هوس جرين ومبين نبي هرين يسحل لغايدا لكن مركي جيدها اللي يميت إنها دالة قيادة أسوأ مصومة إلا هوس با يميدي مركي قليها وإلا وين ما يفتح هوسك لغا قاتال ربا ومعجزك الله تركيب ضرورت هذا البناك يسكي إستاقل لحاوم النقطيان بمر لبا لكن ودادي هوسك هرسان هيا قراشين دقوية قراشين هوسك وزيبا لغا قاتال دونا نبي ما يدعالو درف وقيادة عن هوسك مستفر يستي هوسك واسوأ بقا قياسك اللي يمي قراشي أبو دالي القرح وكو سهرين طيب فلما جلس مكو النبي صلى الله عليه وسلم مال إليه فيء الشجرة عليه جيده لك رقب صلى الله عليه وسلم إنك سئين اسكونا بهاي أياه يوريه رسول كوري فقال انظروا إلى فيء الشجر مال عليه هذا في نكوة وتاليه رايبك حوري فيري وايها يهدنا مرلبات هذا التامبو رجيت كروز كسان يزيكين إيا هرتي وضم بحق يسيبه هذا ضروط نواسك حب إلا إليه خلوصة سنتين سوات بيقول جيله كتير سويس جيله اللي كان بيقول لابد هذا جيله على لغة فدي أيه من أهم شقبتان جيله نحن كواه قبتان هوس كده ورجيه قرر ما نقول فبينما هو قائم أي حال حال ذلك هتاجنته وضرورتنا الله أركي هوس كده ورجيه الله أركي جيله هي لحيان تسجيه الله أركي وأنك تستأنيه سوي معلم أيه مين أي واحد على دعلك لي نمنك غيرهم أما نصارى ولي المشركين تها محاوبي على كتاب كها وحين نفس عيون الكتاب تلكوها يين بشن أيضا ينين محمد يسوس سفرين تلكي يسوس سفرين إن أسوس سفر الدونة محمد وأساء أي دونة الشام مركب ونوسى دوية وحال انت عيدة لغوردو يقول في فرد لك عيه هل الدل وارك سبع سيف النبوض نبوض وغوريين توبني إسرائيل طيب عيدان كبالا دياري أيضا هالك لفعلي هاي تضيفر دولي وردي سو عيدان كلا دينا برمت كاها يا بنا يسود الستاج اسوار ما ولقى قبط قريشي مع الرهيب كودي فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهب به للرم نكا سوفيا الرهيب وحليه هاي إلهي بأن كل داري نكا العليا ويلكا هل علي مكان لو علي خرم يا لجيني بيت المقدس يا لجيني شام يا لجين عليا من هكذا لج علي حالة مر بقراش لا ذا وضد هالك هذا تالين في هذا على جل الله تنيك نشد لج علي محد يالي غير فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلون أبوه غير منك هذا أركان سان وقرت ودرنيا إلا ولا ولا هياي وركي سوى ولا ولا هيا تمرود محله ده وركا وكاس وريوي markan nabi warkiisa way hayaan markay arkaan inaha bac ku siyaan horeyga garmayaan ninkaa tun ka dhawreeyo ka tan ku garta nin wajigiisa horeba garta nin magaciisa adigiisa ku garta wala cadahay ninka marka waa la garan waa la diliye ciliye buuri tala iga tahay waa dhari inta muranka la wareega ee la halahay asagoo talada u jeedinaya nimanka dhaarinaya ayagoo ay soo taagnaayeen arinta qaan la ayaanba ciidanka barayidinta فالتفت فإذا بسبعة قد أقبل من الروم وكي ورك عبار لويد حق جلعي وبعيدة أبدهي
تضمنني أرض يزوج فردوريا ويا عيسى واقوى وحاجة الرمكي مرك حاجة الرمعي لك كسر واقع واقرت دنك يا ليش علم خير الميش من يجرم فردوريا يا الميش من يجرم وركو هيا واقرتي وهي المسكين يروح للبادي بل ما أنت يقول كأيرك إن الدين بالبادي من بكرتي تدرين بكرتي فاستقبلهم فقال ما جاء بكم نكورتي وصالحون محاد دون يسين دانتين الله يذين حقيدوا سعتين فقالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا بل وحيد هذه هانو أمي نبي سالك سالك صوبح له صوبح له زمن كان النبي آخر هذه الأمة أها نبي هذه الأمة أها يا وحان ابن هاي ونكور قبنا إين بيشن سوى سفر الدون أو حق الروم يا شام سوى آي الدون ودك استو سوقشا روم أما شام سوقشا أو حق عربية كتما دا أو دن عيدا بالله درالي حق عيدا بالقود بحي تن عيدا بالقود بحي تن عيدا تدوى أنه سماها تدوى أنه وحان هاي عيدا كسو هذا يوضبا آقا من ردك سوى هذا وحان الوشي وركي سوى بنكن ابنيه حق وضع هذا صادر تدبان طريق قال وضع الله سبحانه جهل هذا السؤال أدورك وعدها لإسكنسي حول فهل خلفكم أحد هو خير منكم نوية وحيدة وديبون وحي من بعض أخيها من كده ما يسع مسرق السولماء وحي أركان بركة سارة مسيرة ثلاثين ورطة أخيار الدقي ونمال لقى الرمي كره وحي من بعض من كده مبيع وحي من كخير من كده مبيع قانون لا ما يليل كل يانوه فقد وليها هي قطع طريقة أيام هاي ومحان قطع الله فديا نبي أصوب حايدا لقبت إنما أخبرنا خبره إنما أخبرنا خبره وركي سمعنا لو شيء دي مركا آقن بكل أبيه وليه بطريقك هذا وانا لو شيء يلي وضبع لأنه سوق قائد وانا لو شيء وإنه يتلاقون بذيه بركوبة وحي الله سعلا حتى وضوها لو تركوا تسفر الدور كو ورمحيته يعني عرب حقا وكي من دونا شام بسود لدي الروم لمنك وحيبها هيان بإني طريقا بحي الراهب بسومهم سامة ونسو أمير مركا يقول الله على هذا مركب ما دام أخيار النواي لمنك وحكا دنبين عن لهينين أيه وإلا وهر وعلوي أيه وإلا الله اللوي قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده حلو حيو ودي رضا وين باتين إذن كان سوء أخياره إلى الله صلى الله عليه وسلم إذن كان سوء أخياره إلى سبحانه وتعالى وفر الدولة الدماعية وإعلن كرم يجرى ما خلق خلقه سكملة أم أحد من الناس وإله أمر كيسية قدر كيسور استيكى راجرة وامايا إلا نمو أنا من أهل كتابه وعقرنا إيه قالوا الله رجالي وح إله أمر كيسور استيكى مجرى لا راد الحكم لا بالي خير هذا هو يبلن قلا أم بلن نين كنا بدأ إنسان بيع أنك قال هيا قال فبايعوه وأقاموا معه هذا هو هو بير ولا ولا هلا نين كان سوديا وانا الحرمان الكتاب من عالمه هل فكوع بيع إله أبو عيبة ما يشاف الدنيا أيوه الرب تدرس ولا ما هاي وحب أن كذب مكلا وهلا نينك بيع وكقاري فبايعوه على مصالمة محمد إن محمد لما بتقولي أو واحد من اللوج يسلم بيعك كقاري دعمت الاسقلي وقاموا عيدا مكان لابنهم هذا روم كل لابن قول نحن محمد بن صوار أسوى قريش عن عيدا ويرمين أسكس عطوس هبي عدح جوغا عرمي أسوى قيل لك جوغا عرمي وانا الديني أيها مقصومة أيها دبك سارا وحيدا هو أيها عيدا ما كون نقاينا مريدين إذا خلافا كون نقاينا كل جوغي نابا رهيبك الأكبر است فقال الراهب راهب مكو نمنك عيدا كي يعلك دمي وبيعكو ولا قاري او فريسي ايو كل عبت قريش قريش المحايا لها ومنك مكا عنامته ودياروي مربع علك هدود بكباني اشا قبو قريش مكا يلا ايو عيدا كنا ينمك حلك روامه العليا ورنمك العليا وردرا وردبو عليا وكروي عيدا كي هدنا يمين الهي امرك واب بكباني هدن مركا عنامتي سويسعون ولا قامر قانا قصبوي قسم الله ما قط. فقال الراهب ينشدكم الله أيكم وليه
ilaahay baa ku dhaariyay ninka dacalku waa ninka waa kuma buur quraash ilaa waxa waa la wada rag waa qaraab laakiin ma min buuxiya subaxay waxa tiraa xabaal bay dhayn buuxiya ma qoonto ninka u xigeen meesha joogay xabaal soconayso tayib waxaanu maleen waa waagi una dee baasha cunsuriyadda ay xog banayd hadda ma furan joogay ma soconaysa wax kula dhashay iyo wax kula joogay ma soconaysa masiinta ku xabaal xabaal cabsan tayib wuxuu ilaahay ku dhaarsay gacalkii ninka gacalkiisa ama ninka u xiga xigtigiisa waa kuma faqaala abu taalib odayaasa wuxuu yaalay ayeerkii oo kaa farta lagu fiiqay odaygu buu qabsaday marka reeb baa lama hayaa quraysh inku waa un intaa lama banaanka tagay buu odaygu buu kaadiyay falam yazal yunaashidu xataa raddahu waraddahu maca wazawadahu araahibu min alkacki wazayt abu taalib buu xunyaha la fadhiistay jilbuhu dhigtay si u wada uweynku ka feermeeyey inuu celiyo wiilkaa waan celin bu safarka anugu waan raaci laakiin waan celin makaan ku celin tolkii baan ku celin waa yahay susaa maaha sahayda ayaa weydiiy sahayda lagu celin lahaa ee lagu geyn lahaa maka aniga raaibkaa bixinaya bu wuxuu u diyaariyey buskud ama baalka u taqaana maxaa oota maxay ahayd kackac oota ilaa colabta way ahayd wasawada raahi meela kackac kacka caramaysan aqoon raaibkaa baray ninkaa raaibkaa ka barteen hadda markay fasirayaan carabtu baalkaa kackaga waxay leeyihiin waa khubzun mucarabun sagiir markaasay leeyihiin waa kibis yar bay dheeren oo la carbeeyey reer roomkaa yaqaan lagu ramiiba hayd moogtaha oo dhaqata iska haya ganata iska haya saliid in lagu sii sukan lahaa lagu dhaysan lahaa iyo tii raashiinka lagu karsan lahaa iyo kackacaasuu siiyey xadiidkaana waa xadiid saxiixa wey qisadaa dheeransa aan dareenay tirmidi waa soo saaray fii jaamicii 3620 wuxuu leeyahy waa xadiidun xasan ariib ibnu abi shayba fi lmusanaf wa fi musnadi buu ku wariyey kharaayadi fi lhawaatif waatabari fi taariikh abu naciim fi dalaa'im casaakir fi taariikh xaakimna wuxuu ku soo saaray musnad gesa wuxuu leeyahy saxiixun calaa shardi sheekhayn walam yukharijaahu mana asiimin xadiidku inuu saxiixya waa la waafaqsan yahay laakiin shardu sheekhayn saxiix kuma ah maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira nan riwaaya bukhaari kulahayn waxaa kaloo ku jira ninaan muslim riwaaya kulahayn marka calaa shardi muslimna ma aha calaa shardi bukhaari maaha laakiin xadiidku waa saxiix sidiisu saxiix u yahay waxaa kaloo xadiidku saxiix yeelay alxaafid ibn aljazari waxaa kaloo saxiix yeelay alxaafid asuyuudi fi lkhasaa'is mujaladka 184 xaafidku wuxuu leeyay fi xibaariga isnaadu qawiyan muxadis alalbani asagoon xadiidka fi jaamici tirmidi iyo hidaayat ruwaad mishkaadka fi qusiira safxada 71 iyo kitaabka loo yaqaana addifaac can xadiid nabawi inta waa ku saxiixinaya wuxuuna sheekhu leeyahay siira saxiixana waa ku saxiixinaya ma wuxuu leeyahy waqad basadtu alqawla fi tasxiixi xadiidi waaljawaab cama ucilla bihi fi raddi cala doktor buuti safxadaasi 62-62 wadakartu sabcata min alxufaadi sabaquuni ilaa tasxiixihi faraajicu in shita bule sheekhu leeyahy faraajicu siira saxiixa uu ku leeyahay safxada 31 waxaan aada u fafahiyay xadiidka saxiixiisa kaga hadlay buuri oon kaga jawaabay wax kasta xadiidka lagu sheegay kitaabka loo yaqaana difaac can xadiid nabawi oo asalkiisa u ahaa doctor saciid maxamed ramadaan miyuu ahaa buuti caalimkii ama muftigii suuriya kitaabu leeyahy xadiidkaas agaa duuray wax badan ka sheegay marka sharaabaankaas kaga hadlay 7 xaafid oo ugu horreysay oo xadiidka saxiix yeelay baanan keenay buu leeyahy waxaana aaminsan intu saxiix yahay bal sheekha ardigiisa loo yaqaana saliim ibn ciid alhilaali wuxuu leeyahy kitaab loo yaqaana ajza lmawaahib fii qisati nabiy maca baxiya raahib oo madbuuca kitaab gooni uu ka alifay xadiidka ninka loo yaqana salim hilaali ayib ninka loo yaqaana maxamed ibn risq tarhuuni sheekhaas asiira dahabiya asaguna intaa arkay ninka waa af dheer wey ka hadlay xadiidka leanna kitaabka ima soo gaadin addifaac can xadiid nabawi ee sheekh albaani uu sheegaya ima soo gaadin kan salim hilaali ma ima soo gaadin laakiin siira dahabiya wuxuu kaga hadlayaa 9 kaga hadlaya xadiidka wax kastoo lagu sheegayna uu ka jawaabaya inta xadiidka durta ninka ugu awood badan waa dahabi dahabi wuxuu qariyay xadiidka min xaytu sanad inuu sugan yahay laakiin min xaytu lmacnaa ama min xaytu diraayi wuxuu ku sheegay nakaaru ku sheegay nakaaruhu sheegay ee shekhalbaani waa ka jawaabay siira dahabiya siira saxiixa ninka yatahuna uu ka jawaabay xadiidku sidaa saxiixa waa xadiid sugan wey ogolyihin waxay leeyihiin waa sax yacni xadiidka markuu la celinaya nabiga la celinay yaa riwaaya waxay sheegaysaa waxaa nabi maxamed celiyey oo maka ku celiyey bilaal iyo abubakar bilaal iyo abubakar intaa marka xubaad wuxuu leeyay lafiga asaga waa khayru maxfuud ama waa munkar maxaa yeelay bilaal
سي لوغي هي غورم ابو بكر خوري او دالق عن لا سبخي بعد البعثه والنبوة وبعد الايمان ده الحلقه ما جرين هذه جرينا ادم هو جوجل ابو بكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا سنه برب خيره نبي مكه لا تو سنه جرو بنان ابو بكر ما كو جرا قدر سنه يبد سجده سنه يبد سوال سنه يبد روايه سوال سنه يبد iyo boo oo ka fiir iyo nabi oo laga tijira arar israac oo makaa aadan oran laha abada marka anuu la fiigaa ah bilal ba celiye iyo abubakar ba daciifa ama xadiis intii sakala waa saxii laadina mise kala tii xasirada israac oo nabala iyo in bar xadiis ku duray anuu xujaq la qabsan karo waxa lagu dhacay fiisha muusan keenin saadada xufad waa kala xadeen laadina waa ku dhigay warka asaga meega aya marka la hayaa oo kudu sameeyay waxa calan ugu wati oo hordhac iyo gool xar u ah nabinimadiisa geedaha ay dhagaxada sujuudaya ma laga darsamay dayib daruurta ku horeysay ma laga darsamay marka la yimid geediyay irti la harsanay hooskeeda naga la wareeyay waa la qalin shubatay isoo ma dayib waana ku qancay baa ma hoos socday cilin kartaa hoos uu ku sii wareeyay ma cilin kartay ama rabbi baa socda intaas oo dhan marka waa aya min ayati sallallahu alayhi wasallam آيات رسولك وحرمه صلى الله عليه وسلم عليه إن ربك إلى آليي إنتو يرائي السوكر هاي وحلاله فواحشتا يا قريش يا كفارتي يا جاهلين سنين جرين الزنين كا بالليس يا سنين جرين كفار قريش إعانك شاعي أكوها بحي يقانين يا رب سبحانه وتعالى رسولك كإلى آليي سيهدو أيسا نقوان نوح لقود دورنا بقول لكو شك وحارده وحكوره جابر عبد الله لك ورمي وليبا صحابة رسولك وليهم حملوا تلقى وحي سنين جرين عالاتك حماية جاهلة أها يفواعشت وليها مسكودة ذي لما دي سأبر ما لو دي أبو ذر هذين كنين حلق بالمدمرك يا رب الله صوت السوء وقبل أن يحلق حورا مكاديون إلهي ما أركتي من بل بكبير بيس سؤال شعروا أدونا سنين ودي سحابة رسولك ودي قد سبقتا وحكس يسكب بينها أو كان أما أفرت كل مدة أما أبها لا تفاصيل لهذا أما صحابة النبي ويدي أما تابع صحابة ويدي أما علماء كهذا شيء أركوا ديار ثانية أو راشين جوال ديار قرية عن بلاكر لا طيب أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة أمرت الجهيل لسنين جهيل لسقاوية أما لزين يستاء وحاسو دنبا النبي ولقوه فيه ولقوه إلى لي طيب كعبد ما كسيد اللي يجي كفار قريش مر بيدسين تدار وين من أما دم كعبد قبص ذي أيد اللعب كده الظروف توحي كأنتي كعبد أنت يدي بلود دنيا الله دسول الله ماجي قريش واقع بس تكعبد بس تانك يدي خارج كل حياة ولا قبص ذي درب يا وحال الريبل بعد سهية درب يا حاجة برجع الريبل بعد سهية درب يا كفر الريبل درب يجي ولا قبص ذي قلنا كسمر كده يكون في هذا يجي واحد ودي وأنا كيران بالأحيان تري إشام يتدري الوحي وأنا كيران بالغربة بالأحيان شو مركل أقول إسلا كعبدة أضو ما صوت هذا الواجب قوس الرئي إنما شق يستو مرغمار الهلا لكن ما دار بيد الله كعبدة لسه من كسر حدودنا يا قريشات إنه بدأ يحيي نقول إسلا ماشى لجين لها وتم سقوط قاب ولو حكودن بيدين برا ما قدم إيش طيب أو بقايات كنا يبران دين في زينة إسماعيل ومن الحاكم الى احترامك على كمله وحياه قدام بي مره وحين بقوت الله سو دلد احيانت رجي مره سو دلد له هي وخ كسو قال احيانش وحا كمله اها نبي محمد ومره دا يسال تاي سدنشن من وين مره اسغا ولا من غير له سوما طيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجاره للكعبه وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلته على منكبيك لما كان دغخ لغا سوقا بور فوت با لغا سوقادي تون كاد كو سوقادي شارل ماجر جاكاتين iyo kubad la qabana ماجر طيب مر لو تاغا شقانا ماجر ولا اسغا رديه معوس بنو هوس كو قبي عباس انا كو خونا حيا ويلك ادر كو يهي ين حيا وخلا ادر انت معوس توس اسكا فورتو تون كا سارا بو دغخ اسكا غدي هلكا دغتا انت تارت مره دغخ اسكا غدي او مركا ودوانا ريركو كعبان كو بخيرنا اسكا دغ مره خيرو انت يرتو دغخ كو دغو لكن انت صوص على ماشي انا حاجه صف جني الى كعبد اكيد انت جاي انه دوك ان اركها انت دحيسه اسكو قادنو اسكو سرق سو دبر ما لهوي
أصلي الله سبحانه هذا عباس كلا يوري قريش أدم باسل الصغير سبحانه رمي طيب مرقب حسين يقولك أما يا من آخر اللي حللت إزارك فجعلته على منكريك دون الحجارة سايو البول اسكذلك أمرك النبي بقاته فحل له فجعله على منكريه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم مركب مرض أفو اسكو رجيبا أولك لطوري إذا صحبه رعي حالي مرضا بهذا المرضى فرطو اسكو رالك قودع حالي ولي درجة وين بالغربة من الله ديارم هياتهاي جلعا لقال كرم خلق ويسن قال كرم بالغربة ما هذا البلوية مرضى فرطو اسألي بالي مرضى مرضى وكاس عباس مركا من مغل من ولك هو مغلا ملائكته يعيدك الرب يوم يقت أود حيلين أما يحكم غشيا روح كرفة يوسف مغل حديث عايشين نبي محمد سجرنيس بعد العشاء نبي محمد قولي بسيب قولي بسوق علي عايش وقرب سعر مقول سعر يحوق سنو عايشين أي جماعة سنتها ساو أنتم سنبي وريكم إنبا جنر بنانك سويستان نبي محمد وصوب محمد ضنبا لوالي هاي وأولا واقع فناداني جبريل جيل بأن نبغو نواقي نبغو كريس بآير قشري وبحي الباب كو عاشو علي وحلوها هنا قام أصنطا عايشة لما قشبه وقجبهن لكن نبغو مغلا لو روح اسقرب جفت ومن لو نواقك لو سمغا يمدع كرتا هذا هو هنا لو طيب أول هدوي نبغو مركو بحياتك عايشة لما كو قاتل نبغو إنو آل هون كيسك لأ المصير قادم في درع هذه حجاب كذا قاتل النبي كذا وبعد النبي رحال لي ما دام عمره وحر بكر وصلك السجلات هجروه لا بس ركدي النبي سنة ولا بق حال البقى عنتاتك شو هذا أحدي وصلين تجيريتي أسود دعاء الله أبرد دردارا أربى لها زين من حاسس حني صار النبي يضحي سيد بس عت ماشي وطت محل فاتك حقربا ما لقوا حوالي شيء ولا محظوظ وأقول الله هذا لكن مقشية عايشة وكقري سيو كلام مرك هذا عباس وأيرك ورس هذا ما هو كمان مغل لكن ما يقولون صحبة الكشوارك ما لك على قد بلاء النبي محمد وقاون عورتي سلام عليك طيب صلوات الله وسلام عليه حديثك معناها تلمام هي أبو حصوص هاري بخاري مسلم وغير كود في بعض الروايات وحاكوس الرواية صحيحة لا تكذب والرسول الله يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي إشكالك كاساريس مالك عليه نفحي دلعيش وضلضلها ايه قروا وقدس هاي وويل الأولي وحي الوفد الجنوب الأولي ينقل معهم الحجارة على الرقبة من أجياد بورت أجداد قال لك أن هل كان سرسو قرهاي ما الفقوي وعليه الزار فبينما هو العباس ينقل عن الحجارة إذ ضاقت عليه النمرة معوستو قوي يأكل عليانت قيمة قال أنا مالها قيب عورضك على سنة مرة وايرت هدي الكرة لوسو قال في دلالة قبطه عورضها المقنس هدي دي ستانا بيحي بار قرب على كل عايش توسع وكان قد انفرد القريش رجلين رجلين ينقل الحجارة فكان العباس وابن أخيه وكانوا يضعون الأزرع على مناكبه وحاله اللي بلبنه لولا شقي اللي بلبنه لا تكون قرنتين اي حوين اسلس وقبت كلا ولا يرد سواك على قادة لما لبني هلا ولا شقي وحاسوق قرنك وصعود عباس يملك على ركوها طيب وجعلوا عليها الحجارة فإذا دنوا من الناس لبسوها فقال له العباس يا ابن أخي لو حالت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة فحله فجعله على منكبه فبينما هو يمشي أمام العباس نودي يا محمد اصر عورتك عليه موقع الوشي هاي انت ذكرها عباس يسوس قرب سعود ولبا عباس وغر سعود عباس بعد ما نبي غر سعود داي مرة ينتهي لفتالك لصارت دبك يقول الله يبحي بشيء الله يبحين يا نبي الله بواقع يا محمد عورتك لي عورتها قريبا لأسطر وذلك أول ما نودي لي بوق أهرينين حل الله لرمانك سيهد بالي طيب بقى قوري نوديا من الله كاسو أهالي بقى قوري كاسو أهال فما رؤي بعد ذلك عريانا فبلج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفزع حين نوديا فسقط مغشية بقى قلنا بالله صحيح انتين لقرت لما عودوا جنين قورت لما جنين لما تورن
دوقة كلجي بولد عنا بس أصله يا محمد عورة كل صبح قوم بالوها لاجي دوقة لي سموك قوم نم بالوع عرامي عباد كلي الوبابي هنقر موت دوقة زائد يعني وهذا دوقة قوي الله يرتقونه ولا غير ولا تعرض على سوي من هذا هو ثوري وقاس النبي دعي صحي وخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء نبي تصحي نعك أتاني ثم فاق فقال إزاري 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 فشد عليه إزاره فقال له العباس ما شانه عباس بن ياري ويل غور سعدي إذو دقاوين يدين محاكو دعي ويلكو صحي وقاقير لك بواق ممغلو ما شانك لماذا الموتى دونيه يا محمد عورتك بمغلها أما بواق النبي بمغلها عباس ما يدين وحاول المغلو لين فوق القلب المباركو سحسن وإنا عركو تاقعي مركو ميرسي مركو سوتوس وحو ورمعوستي ورمعوستي ورعوياس ومره وقبت طيب مركاس أمران نبي لغة صلى الله عليه وسلم عباس وحكو يرمحاك ودعي وحو رمهيتو أن أمشي عريانا وحال يرهي أنا قاوئنا سعود عوروي إلا أركو إس أسطر بالإيدي أمر بايين الآب أذيرو والله سيابو عباس وحوري هاي محمد إنه سوى سربا أرنتي بقرين نعقل بلنبع عباس ونحرس بلن نبي رأيت بعباس وجعلا ونبي حوى عبي عباس إنه نينك أبوه لمعان قريش نينك أبوه ديقسن أبوه لمعان أبوه قرار حريسن بوا عباس عادي ماهي عباس مركو فيه ملكا يركو يدوى الله قلي بل هلالك أساقا يعني عمنا مقل والله الله إيه نهيت عن أن أمشي عريانا إيه نوديه إيه وحسو عريز ما إيه قريش انتين ما غشوا والي ينسد هنا آمس واقري عورة أصر بوضي عيرت أصر طيب فكان عباس يكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون أهرمت أيضا دعوة مالك هذا عضي عباس واقري انجري أصوه كبقى هي إلا إلي هذا ويلكي وعلى كابر مو وراء ويبا هدو بلك عي وحالي عورة أصر هايس قاوين ليش أشرفت قريشين يا خيارتي معجرتي قرع سليس قاوين يقولها بقاتل بالليل طيب مركو قرنجل مخافة يقول مجنون طيب خلايا دمدير الأخرية جلالكة من عبد الرزاق بصوصها في المصنف دوران في معجمه أزرقي في أخبار مكة بأسانب صحيحة تاريخ مكة لقى فرين كرا نجل الكربان بقول الله تاني أفضل بقول الله تنتبه السورة الذهبية للترهوني من حديثة بالطفيل بوزنا كنت تقريب سنية هاي بقول صدبات وتدبه عمري جمعي محن حلبة وحوقها صدني شسراني تامر بحقوق قرن قرطاء إيه تي آية من آياتي ليش خلقي ودن إيه قريش ودن إيه أشرف إيه نمك دي جروحان هاي إيه آل كسبان هاي حمص بان هاي لمان آدى تبحن بان هاي كعب فديان هاي دي جري إيه يفيد قاون هاي وعوروا والبنان كتالا أولوها يا باش طيب نبي جو سجد نجري حالي عرس بقاتش جد كان لمن متي بشر يجنس هان يدد والكلام متى لكن هوش اللقاء الرباي هوش اللقاء الصحيح يا معه اسكا إلى الوز مركا وعاد ولد إيو آية من آيات صلى الله عليه وسلم وي. ومن آياته تاس مركا وعاد نعم حيو الليدي يوز قاوية عريس اللي أركو حمانتي يا فول حمد القرشيين جرت مد كم من النبي قال قل لي حي ولا قرا مريوي سل ود درجة وين ومد وبان جرا آيات رسولك صلى الله عليه وسلم علي وطالب يا غير كي أي واحد سوق بره النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ولدي بوري دماء دمر لما مرض قلي انت النبي قال قدي هوي لما دمر لا إله إلا كل حي وعلوها دكوك صدح وذكر دوله ربنا قدرين كاس عما الوقت طيب علي وحيله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون يعني من النساء إلا مرتين في الدهر كلتاهما يعصمني الله عز وجل منها حر وحي أبي حرما فواحشتا الزنا لها أي قريش يجاهل بسنين جرين ولقي مدنا عين بورها لما قور مريض لما قور بان دماء عين رسودي لما مرض إله إلا إقر مريض طيب مد كوبان قلت لفتى القريش بأعلى مكة في أغنام لأهلها نرعاها انظر غنمي حتى أسمر أسيوي الكلو قريش وقال لو رجولي ميل كبع حسن مكة دولت كذا
inagoo ka qaraarid nabi ku raaciye sallallahu alayhi wasallam iyo qeyrkiiba ku raacireen yaaba aragay xirriska walahayni waa arig xirisa lahaya awu hina aragay caawa arig si wardiye oo eelka gii oo arig foof la si joog igu siin caawa kaliya hadii aad ma tan tagay ku soo danaysan soo laabay ma kana ninku markii ninka taga islaam ka furxulay waa ka waymahay baqayaad baba joogo soma la yaqaaniba baqayaad baba joogo waxaa ibuur bal adiga ila si joog caawan soo caweyn hayaay haddii leeyla bimakka kama yasmaru fidiyadu dhalinyaro soo caweeyaan ee u tamashleeyaan ee meelaha loo dhaafo doonto waa dhaafo doona ay ugu sinbo bay qala naam ninka adiga la joogo furwaay waa kugu sameeyaa labada xeymood baan aan siinayn orba illa asma waxa leeyahay hadhow u baahay waxa inta isaa u gaadeen oo la siihay فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة سمعت الغناء وضرب دفوف وغرابيلة ومزامير فقلت ما هذا سأرسل سعودي مركان قريب أسوك يا مكة كبح قريب أسوك يا أنمر هاي وحان مغلب ورهاس نشغي يريس وحان مغلب دربان لقراع هاي وحان مغلب ترمبولين يقرر الأفوف هاي مركان سعودي فقلت ما هذا وحانو دربان يوحانو قرر يوحانو ترمبا محيه waxaa la yidhi bay waan qoreysay wala yaqaanay faqalu fulan tazawaj fulanata li rajul min quraysh tazawaj imra'atan min quraysh min abu sallam waxa ay sheegeen bay min quraysh oo buursay gabadh quraysh arooskaadi arooskoodu baa la ciyaaraya mashxaradkoodu wuxuu siinay kanaga inta hawsha kale ala gaari bal iska arooska ka qaybgal oo walimaana wax ka cun arooskana ka qaybgal hadhowna daliha u safartaa aadid ila meelo gooraha waa lagu qabtaay meesha meel akhyaaradu iyo aroos lagu hayo moogta wax wari ma day shana wuxuu leeyahay falahawtu bidalika alghinaa'i wa bidalika as-sawti hatta ghalabatni 'aynaya fama ayqadani illa masu shamsi rabba arbu wa tamut in ninkan la ilaaliyo oo ceeb ka seen laga dhigo oo hadhow een iyo wax lagu qabsado iyo ceeb u ahaayo wasinaysan jiray iyo farxun iyo qaanin minaba asadiq al-amin baa laga raba ilaahay tiisa soconays asoo hada marka macsuum ah nabina ma ah tayib hada qadarka rabbiga ha ama amarka sharciga kooya wali ma bilaabanay isma bilaaban amarka sharciga raba midka kooya mid kale wey laakiin midka sharciga wali lama gaarin afartankii markuu gaaray baa la diray oo nabi laga dhigay hadda waa in la tarbiyeeyo layliga ku jira marka waa in wax kasta lagu faal raba nabi wuxuu markuu waxaan ku mashquulay oo i daahiyey heesta ayada hayd iyo durbaanka la garaacayo mashxaradkii dhaantooyinka la ciyaarahay imaaqa nasaar iyo wax la ciyaarahay dac qurashmadu maaqan maan dhaantana maysan aqoonin baan u malayn saar iyo shirbi guruuna maysan aqoonin tayib carabtu sidooda waxyaalaha hadda caalamka jira way ku yaraayeen ree yurub iyo waxaa laga keenay galbeedkaasi meelahaas laga keenay maysan aqoonin farinji baa keenay bebotan iyo seefal ku gargaracay iyo fardigyeedu yaqaaniin laakiin baasha ruuxu feeriyada dofsanaysa oo wax gaalo kanta wey reer runba yaqaana iyo mujrimiinta grevers nabi mgalk wuxuu isaan u fiirsanay meysha u fadhiyey faqalabat micaynay indhiba hurda ay qabatay saaa u dhacay buu yidhi qoraxda kuweelkeeda waagiba bari shan saac afar saac qoraxda milicdi ugu dhacaysa baa la toosay bu waagu waa bariya moogtahay oo waxayntiisa ku laabto arigiisa inuu ku laabto hawshu waxba ma suurtagali nabi wuxuu yihi famaa ayqada iyoma toosinin buu ilaa masu shams farajactu ilaa saaxibin faqaala maa facalta ila ninkii saaxiibkii ahaa warbuu ka siiyaa muxamed wuxuu rabaa dhan inuu dabagalo oo bariiqiisii maro ama looga sheekay dhayaro waa taqana ay la joogta nin wuxuu soo farxumay kale u sheegaa waxba kala qarsadaan ayib markaan laabto ninkii arig la joogu tagay bu wuxuu yihi buuri maxaa soo samays xageed ka dhacday maxaa ku hagaagay yaa heshay su-aalo baa meesha yaal faakhbartu waan usheegay yaa waxba arhay saan u socdayna meel welimaanta waa aroos lagu hayay hurdaa way qabatay qoraxda way toosisay caku weyo somahad suxun baad yeeshay saan boora mana malay suma qultu lahu taalkaas ku dhammaatay muddaa la iska joogay arintaas marka waa arin nabigu isku dayay sal slam qabla albicta wanabuwa isku dayay ilahay baana ku ritahay subxaana wa tacaala u diiday xumaanta ayada mar labaad buu nabi haddana isku dayay buu uma qultu lahu laylatan ukhra
مثل ذلك حنقول وهذا وجه الله وقدرنا سايا وجد عسوي حتى يصير عن قول كلهم هاي أريني سجوب أريني سجوب فخرجت وأنا بحيوث فسمعت مثل ذلك أروش كبه هذا لا هر يبكي كبه واجي أروش كبه واجي في جهاز أسعري يا هذا لا يرد فقيل لي وحلولي مثل لي مثل ما قيل فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني أيضا إلا مس الشمس هذا الحلو وحوام حيث يرس دربان قوام برامبرك يري قوام معي قيل لهم سواح قوام معي وأنا قريشين وقوى قريشين أرستي سيدي واجه هراك لي هذا وحان سيدي بيعاو مرة بكل عظيم مهيان لكن بلير فيري بدرسيها بلير فيري نبو فيري لحيو وام فريستي هذا وحان حالته سيدي قرحي قرحي الدمبي واجه الدمبي بريس أبالي تسيدي قرحي كل الكري ثم رجعت إلى صاحبي نبو واجه بريه هذا منها أريد المجهد حل ضد عربين أما قرابة حروب هاي هم تبى لقى أمني حول المجهد إما لو حركة عارف ما نبغى نروح مركز هذا وعدي حول الجار بلام تني كل الله حيمك وابري وصلفت واسلفت منك بكل الله صاحبك هاي حلا ورجلي فقال لي ما فعلت فقلت ما فعلت شيئا مركز أمورك وعيوا الدنيا ومحافظ ناس wax aan soo sameeyay wax ii galay nin ma jiraan buur waxba wasbu ka xidmi waay xadig gaan xidaba waxba furahay ahma hayo wani faqala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam fa wallahi ma hanamtu ba'dahu ma bisu'in mimma ya'malu ahlu jahiliyyati hatta akramani allah azza wa jalla bi nubuwwatihi labada wixii ka dambeeyay rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wani dambe oo ma hanmin oo mana damaaciin isku mana diin waxyaabo xumaa ay sameen jireen قريشتي الجاهلي قوي الزنين كيف وعشتها ولي يسكو مدين بوري إلا إله النبي يدوي الكرامي أولا يدري طيب وأنا حديث حسن من إسحاق بخصوص في السيرة في السيرة ومن طريق البخاري في التاريخ بزار في المسند البيهق في الدلائل أبو معين في الدلائل حاكم بخصوص في المسدرد طبري في التاريخ من حبان في صحيحي حاكم حليه واصح على سد المسلم ولم يخرجاه ذهب وكاء مصي حافظ الهيثم مجمع الزوال في رجال وثقات ابن حبان وصحيح الحافظ حجر وحليه هي اسناد حسن متصل ورجال وثقات شاهد بني حديث من حديث عمر بن ياسر عند الطبراني في معاجم الثلاثه حديث عمار لو كان وعدي لا يربى شيئا بس وحليه قلت يا رسول الله هل قارفت شيئا مما قارف اهل الجاهليه من النساء لو محمد ولد مسمس مسكو دعلي وهذا الجاهل وسنين جرين الزوين كهدمرك طيب كان عبيني برك واحد حديث صحيحه باب كانوا حلمي رسولتي كيسو حاوي حما النبي لو الى لي عرفت احمد تاسي زيد ابن عمرو بن فيل العدوي ايوه زيد بن حارثه وكله قريش ما كانوا وافين حج اي وافين كعبده اصلا ما في يغب خي دحيان اي صور رسولين اي دين وا الهيان اي تاغن في ممكن جوا مسخن جري النبي رسول دوافا زيد ومر كان ادون كيسا او خري موليسا خديجه لا خديجه سيسي كدي لو خري خديجة أدوه يسيء وانه وناكسنه خديجة منك وان عقل بنان والله يا ربي وقرع سن وواناكسن وحان كبق إنا صدقه ستطبحس أما أد إيبس ما يجيبين مهي لكن مال في عمه قبحنا كنب ويسيس مركز حري نبي صلى الله عليه وسلم ولكن مركز زي هذا قريشي عرب وارك جريه وادقا دين تقوم كي سواسنا نهيب مركز بوافظة ما إليه إساف أصنان تبدو ترامل جري لا يمكن أن يجري ويه حتى أولا مرتم بباشا أيضا اسكي الالي ما لك إذا محايد محمد وحنا وخوه يتابعني ما حطول كي كدول إلهي ما كبرا ارتمانها وان تابعها إياد أقارب الوحي إياد ما لك إذا محايد الله دوا في قوت تابت أقول مصحة أقول لهم كذي أدبلوا عانه إنها لقى قلي إلهي لوقع عن قال جاري ما لك إذا يمد المزيور لا يمكن أن يسويه هروا إلهي تإلالي زيد ابن عام النفير في صحيح البخاري وغيره سيدة كسوان في صحيح سيدة كسوان إيوه مالب بغنبا قريش تناف في قورع هينتهي كيان بين نفس بوح الله أنا كنت القورع الجرين كده بيعون الجرين مالب معلمة كمية الزيت ابن حارثة يا نبي وطناف ماشى الوسو قورعون لشيلة لصلي يا حكوري من الزيت ابن عمر العدوي وصعير من زيت أبيه عشات المباشرين كمية أبيه مركز من نبي والله السلامي وحي الجاهلين يسوس سلام جري عم صباحا إيوه وحي طيبة نبي رواه السلامي منك زيد هاس نواه السلامي
نبي قال سؤال ودي زيد وحري زيد تلكام محيكو هايستان تلك واكو ايديان واكو هبيريان واكو عايان واكو دلعيان هم بلوان شغير محاب قلبستي وزير معمر حلو تلكي وحان اسكو هايستان ذكرك مقرر او وحان نينك بدل او نينك مقرر او قبرك مفرحميني وحيو هايستان بلدين تنحوه وطان بان خلافي او ولي قيب وحان اهل نسان وحان العابد هاي احجارة الاسنام تاني وحبك جري او دين تي ابراهيم سيدان اين هاي انا دين دورا وحان عليه ويبنين انتقي حقا سي يفرب بان اهدي يهودي جوتوغا ويدي او دين تأدون كمان توقف عن ايش هذا مركاز الهيان بوري دين تي يهودا ودين في عن لكن الهد عرض الهي قيب كقات اليهود على رفض يهود عليه المغضوب عليهم عرض يهود قيب سلو سدحالك اله قيب قات دين تي يتسوق المجد الهدي حور عرب وحان كعرهي بلا يكون عرب وحان كعرب يسو عرب إلهي ما عرب قلم هايب انت الأول لا بان كرره وان كعرب كرم مرنا بعرب قلم هايب ما العرب وقف سنة قلم هايب الدين كلا يشيك وحالي بالحق الشام يو نصارى بالآد هذا أنا وحان تيبوري شام أروا فعلين هاي كريستان بالدين أمت إنجيل ده كيست أروا وحيب إله القاطو قيب من لحنة الله إله اللعنة دي إله القيب كقاطو أو شير إسام كقاطو دين تسوق لميس أو فلو بي ألاب قاط عور انتان كان هاي اللعنة وحن كسو عرام كسو عرب واجد دان بل ننك رسومر الرهيب وقوم بنا ننك رسومر حكولي دين تان لغنيش كي هر كي يهد باكويل أو كي كرسة كي كل يهد حكول دهن دين تان رهيب يسي اي حنيفة اي شركي الهين وان دين إبراهيم من ما انت يستنى قرن من لكن دول كات كتمت ayaa mar dhaw waxa ka soo bixi doona rasuul iyo nabi haysta diinta hore ee ibraahim ee xaniifiyada ee samxada ah bana waxa dhaw ka soo baxay haday ka soo baxay waa soo orday waa soo buskaciye makan imid makan wareystay wax tolkay oo nabi sheegay baa waayay leena waqti sheegay inuu soo dhaw yahay waa laga cabbiray waqti iqtarabta saacad shalay soo maray inta salaad soo daaqaysay tayib iqtarabta saacad walay iska soo gado marka la yidba waxa uu waayay saadarteed maadaama dardaaraha yuhuud banaystaan oo kii kristan banaystaa oo laban khaas ah warkood banaystaa quraysh waxay ku jirtay kulamo jiro inta ma la waystaan waxa uu tahay ninka soo sheeg wanaagsan haysta oo bulshada iyo tilki ku khilaafay waa la culad foodna waa la culad iska dhaqay arurta kana ka dib hadii la keenay karta laga xasay yaani ciidan ku sheeba ma ku dirbi fa fuudin hadii la doon jiirka lagu kicin ka baka kala goy ama waraqaha ka aanan kitaabka haashida ka kala goy marka saasay u kacsan yihiin meeyeen dhigna kama qabo ninna kama dil xoola kama qabo markaas nabi xuu sallallahu alayhi wasallam waayay balleefkan arigan soo salaam malac soo faris xitu u saaraabo nabi oo gaangisa qabtay u farisay u jiyay gaasul soo dka malac wax hadal ku gowracay sayid bana ku soo gowracay meeshii la yado musubta du sheega oo soo sheel ana ma cunabo ana hadan zeyd macamra ah ma cunay sayiduba ibraahim diintiisana ma aha cunna maayo لازم يقول ها عقل كوبا نبي ملك أصل قرطاس وما دبتم ظاهر كحديثك الحكم وقتم ما لنا جاي حكور من يقول عنجري أنت صور رواية فاين أنا لكن ظاهر كحديثك ولا فهم كلام ما لنا كأي كدم بيجي وزير لنا محمد ولجي ما له واحد يقول عم عن طيب أنت اسمك إلى أن ربي زين عمر أبالك رواه ليه نبي ملك الله دير الرسول كونه غيوري إنك اللي يغني زين عمر يبعث يوم القيامة أمة واحدة كل جيب على صوصار قريش تحل يا جوب تكلي جيب على قصة صار أسوأ دين في بران كل جنوا أمضى مسلمة جلنا يا جلايا طيب أبى الكاسو هلك درس ولا ما أنت سقوي هاي هذا بالله توفيق.